رجعنا لحضراتكم مره تانية مع عند الاستراحه. دلوقتي انا حطيت كفته الرز في الصوص اللي احنا اتفقنا اللي احنا حطيناه، ومعاه شويه بطاطس، يعني بطاطسايه او اتنين، دي طبعا حسب الرغبه يعني، لكن بتدي طعم حلو قوي مع كفته الرز زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. هبدا بقى اغطي واسيبها كده شويه. تمام اوكي كده. هبدا بقى هنا، بص الرز هنا بدا ايه اول ما بيغلي كده بهدي النار عليه واسيبه بقى يبدا يتشرب كده على نار هاديه. وبعدين هنعمل سلطه كده سريعه جميله ان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم، برده بسيطه ولطيفه لكن حاجه تفتح النفس مع الطبق الحلو ده، شويه رز وسلطه وكفته رز بالبطاطس، هتبقى ان شاء الله يعني ايه من الاكلات الحلوه. تمام طيب هنا بقى هبدا كده اغطيه سيبه يتشرب بقى، ونبدا ننزل مقادير سلطه من السلطات المحببه، سلطه كده بساعات احنا بناكلها عند الحاتي لما بنروح نطلب يعني شويه كفته، ناكل شويه كباب بتاع، فبتبقى السلطه دي ايه مشهوره قوي عنده، طعمها جميل والميه او الصوص اللي بيبقى معاها بيبقى حلو قوي الحقيقه. فخلينا ايه نشوف السلطه بتاعتنا عامله ازاي. يلا عندنا طماطم طبعا، هي سلطه تقليديه بسيطه، عندنا خيار، وعندنا بصل احمر متقطع شرايح، وفلفل رومي اخضر، وبقدونس مفروم وشبت، وكمون وشطه، وعصير ليمون وخل وملح وفلفل اسود. انا هاخد كده، هنعمل الاول الايه الدريسنج ونحط كل الحاجات عليه، وبنسيبها شويه تسقع عشان تنزل الصوص بتاعها ده. هاخد شويه كده ملح، رشه فلفل، وعندي الكمون، وعندي الشطة اختياري للي مش عايز بلاش. وخلينا بقى ناخد هنا كده عصير الليمون، بسم الله الرحمن الرحيم، شوية حلوين كده، شوية خل، عايزة أقلب هنبدأ بقى نضيف البصل أول حاجة، وبعدين الفلفل الأخضر مش حامي، يعني الفلفل ده مش حامي، وهاخد كده الخيار، خليني الأول البقدونس، شوية حلوين بقدونس كده، بقدونس ده مفيد جدا هنتكلم عن فوائده كمان. ناخد الشبت، في ناس ممكن تكون ما بتحبش الشبت ممكن تستخدم بقدونس بس، خلينا كده ايه نقلب بس الاول الخليط ده كده مع بعضه كده. وهناخد كمان الطماطم ده ونقلب، بسم الله الرحمن الرحيم، تقليبه حلوه. معانا دانا، اهلا اهلا. الو، اهلا يا دانا. الحمد لله. عامله ايه يا روح قلبي؟ الحمد لله يا رب دايما بخير يا حبيبي. شكرا على البليله اللي انت عملتها لي. يا نور عينيا، شفتيها وعجبتك؟ طب الحمد لله يا دانا، عايزاكي تجربيها بقى وتقولي لي. ماشي ماشي ماشي، قولي لي مش محتاجه حاجه تانية؟ انا كنت عايزه الكريب اللي بالموز. الكريب اللي بالموز، حاضر من عينيا يا دانا، اعمله لك من عيوني. ماشي ماشي يا روح قلبي. بس احنا عملنا حلقه فيها كريب حلو تقدري تشوفيها، ممكن تشوفيها على اليوتيوب. ماشي ماشي يا نور عينيا، شرفتيني ونورتيني يا دانا، شكرا ليك يا حبيبه قلبي. بصوا بقى شويه سلطه حلوه، يا سلام. تمام بصوا الجمال، شايفين بقى انا حطيت شويه ميه عشان اخف شويه وتدي صوص حلو كده، وبعدين هبدا بقى اقدمها دلوقتي مع حضراتكم. بصوا احط كده ايه ممكن في الطبق اللطيف ده اهو، نقدم فيه شويه السلطه الحلوين دول. يلا بينا هنا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله كده، الصوص بتاعها ده بقى احلى حاجه.
ده بيطلبوها بقى ميه السلطه، بيخفوه بميه شويه كمان زياده عن كده كمان عشان ما يبقاش حد كده، بيحطوا له نسبه ميه كويسه يعني. بس هو طبق سلطه يعني رائع، بقدونس مفيد جدا. في ناس كتير ما تعرفش قيمه البقدونس ده، والميزه انه من عند ربنا احنا عندنا الحاجات دي مش غاليه، يعني مش غاليه. الخضره بره بتبقى غاليه جدا. عايزه اقول لكم هو مليان مضادات الاكسده، وعايزه اقول لكم هو من الحاجات اللي بتنقي يعني جدا جدا حاجات مجرى البول والحاجات دي، كويس جدا، بيغسل كل المنطقه دي خالص. في كمان البقدونس المغلي مفيد جدا برده. في ناس بتغليه وتشرب. تعال بص على الرز بصه كده وهو بيتشرب، هعمله كده بس بشوكه هوريه لحضراتكم. تسلم ايديكم، السلطه جميله، شكرا ليكم، تسلموا لي. عايزه اقول لكم البقدونس ده من الحاجات اللي بتتحكم في نسبه السكر في الدم، يعني مرضى السكر ما هوش، بالعكس مفيد ليهم وغني جدا بكتير من الفيتامينز جيم والف واكتر من فيتامين. بصوا هنبدا بس كده ايه، نقلب كده تقريبا ونقفل بقى ونشوف الكفته كده اخر حاجه معانا هنا. نبص عليها بصه سريعه، بسم الله الرحمن الرحيم، اهي داخله على التسويه، وهنبدا بقى ايه نستعد للاستراحه اللي جايه عشان نعمل صنف حلو لطيف ان شاء الله يا رب ينول اعجاب حضراتكم، بسيط ومكونات موجوده في البيت بس تقدروا تفتكروه كده من الوصفات القديمه برده. هو ايه، نشوفوا بعد الاستراحه مع بعض باذن الله.